بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام بعد أن تيقن أنه رسول هذه الأمة، وهو الذي سيخرجها من الظلمات إلى النور. فجاء إلى أعلى مكان في مكة وصعد إلى الجبل وبدأ الدعوة. وبمرور السنين تعددت أشكال الدعوة للدين باختلاف المكان والزمن. فضيلة الدكتور مختار المهدي، ليه معظم شيوخنا دائما يتحدثون عن النار والعقاب، وفي نفس الوقت يعني بنجد تجاهل في الحديث عن الجنة والثواب والأشياء المحببة؟ يعني أولا ناخد كده كلام القرآن الكريم، ولذلك احنا دائما لازم ننزع إلى القرآن باستمرار. القرآن هو الأساس. القرآن بيتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإيه بقى؟ أنه إيه؟ بيقول مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم. الأول قال إيه؟ مبشر ولا مبشر ولا قال نذير؟ لا، المبشر طبعا. يبقى أنا دلوقتي الأول ياريت يعني ناخد بالنا من المحاور القرآنية في تثبيت العقيدة في الدعوة في النفس المسلمة أو في النفس التي تدعى إلى الإسلام. أولا التفكر في خلق الله وآياته والمعجزات اللي موجودة، اللي هي مش ممكن بشر يدعيها، أنه يخلق سماوات ولا يتحكم في القمر، يتحكم في الجو، في الريح. صحيح. فهنا الإعجاز موجودة، الإماتة، الإحياء. ثم بعد ذلك النعم التي أنعم الله بها على الإنسان ولا يمكن أن يعيش بدونها، من الماء والهواء لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين حواس الإنسان. هذه العنصر الثاني. نعم. العنصر الثالث أنك إذا سرت مع الإسلام عشت حياة طيبة سعيدة، والقرآن الكريم صريح في هذا، لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآيات كثيرة جدا في هذا الأمر. يبقى هنا التبشير بقى وبيجي الأول، اللي هيمشي مع القيم الإسلامية هيعيش مطمئن في حياته عربون عشان الجنة بقى. نعم. بعد كده العنصر الأخير بقى اللي هو الإنذار اللي بتقول عليه، إن انحرفت عن هذا المبدأ ما تلومش إلا نفسك، لأنك هتعيش في الدنيا مكدر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى دي في آخر المطاف. أول خالص بثبت الإيمان عنده، وبعدين بشره بحياة في الدنيا طيبة وفي الآخرة، ثم أحذره من أنه يعني يترك هذا المنهج فيقع في المحظور في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وبنضرب له أمثلة كتير جدا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لكن في بعض الأحيان يعني بنجد في مثل هذه الأمور، يعني ما عرفش بيكون الرد إيه في الكلام ده، يقول لك أنا يعني بعص الله ومبسوط وسعيد وربنا بيبارك لي. إملاء. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ده المسألة أبدا بالعكس. ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع الإنسان بلطف وبدرجات. الأول لما يبدأ في المعصية يقوم يجيله شوية إنذارات كده خفيفة لعله يرجع. لما يستمر بقى فيها وما ينفهش، ما ينتبهش بالعقل، ما ينتبهش للإنذار اللي جاله، الإنذار الأول والتاني والتالت، يقوم يقول له طب روح بقى في اعمل فيها زي ما انت عاوز. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم فإذا هم مبلسون. يبقى المسألة مش مسألة إنه ربنا بيديك عشان أنت بتعصاه. طب ودي عقل يقول لك ما فلان ده تاجر و... ما فلان بيكسب وحرامي وكذا وبيغش ومش عارف إيه، وما تعرفش بقى إيه اللي جواه من النكد ده. من الممكن يكون المال اللي هو جاله ده هو سبب سبب شقائه. يعني سبب شقائه. يعني أنا أعرف ناس عندهم ملايين
ولا ينتفعون بها. ليه؟ لأنه مشغول على طول، ده فلان خد، ده فلان ما خدش، لأن مش عارف إيه، ده الحساب فلان، ده فلان، ومش فاضي حتى يأكل ولا يشرب، وعمال يجمع يجمع، وتكون سبب أمراض وسبب يعني الأمراض النفسية والعصبية. الناس اللي هم من أغنى بلاد العالم في أوروبا بينتحروا ليه؟ إذا كانت الأموال هي اللي بتجيب السعادة. فمن هنا بنقول ترى الناس كما النخل وما يدريك ما الدخل. انت ما تعرفش اللي جواه، اللي في الداخل. تمام. تقييم مستوى الخطف في المساجد، يعني إلى أي مدى هناك معايير أو آلية ما لمثل هذا الأمر؟ خاصة أن في الفترة الأخيرة أصبح هناك إقحام للسياسة في الدين من خلال منابر المساجد. كما قلت لحضرتك أن الإسلام فيه سياسة شرعية بهذا المعنى العام اللي بنقول عليه، إذا حدث خطأ يمس الدين نتكلم عن الخطأ نفسه ولا نتكلم عن صاحب الخطأ. ما بال أقوام يفعلون كذا؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام ده ما بيبدأه. أيوه. فيقوم ينبه على الخطأ، إنما ما يجيبش سيرة على إن الحزب فلان أحسن والحزب الثاني أوحش أو فلان أو فلان. هذا يعني نبرئ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كله. أنت تتكلم عن المبادئ والقيم وما يجوز وما لا يجوز، الحلال والحرام فقط. ولك أن تقول عن الظلم إذا حدث لابد أن يقف هذا الظلم. خدت بال حضرتك معي؟ يعني مثلا احنا عندنا القرآن بيقول ايه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى اللي ظلم هو اللي يقول. فمن هنا بنقول ان التقصير اللي حادث الآن نتيجة التطوير اللي حدث في الأزهر من سنة 61. التطوير اللي حصل ايه؟ انه أدخل مواد التربية والتعليم كلها في نطاق الأزهر، فأصبح في مزاحمة بين علوم الإسلام، علوم الأزهر، وبين علوم التربية والتعليم. فأصبح الشاب من دول في إثقال على الطلاب. إثقال، ولا يمكن أبدا لمخه هاي يستوعب ده كله. فهو بيشوف زملائه في المدارس مهتمين بالرياضة، مهتمين بالإنجليزي، مهتمين، فيهتم بيها ويترك علوم الأزهر. ولذلك بقى خرج من هذا المستوى مستوى غير لائق بالخطاب وغير، وحصل على الشهادة. ماذا تفعل فيه؟ ولذلك الآن يعني كويس اللي احنا نعمل تدريبات لهؤلاء الأئمة، نرفع مستواهم وبعدين ننتخب بقى الصالح.